مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من فقرتكم الهجرة المعاكسة، التي نستعرض من خلالها حياة شباب وعائلات غير جزائرية جاءت للجزائر من أجل الاستثمار في مشاريعها الخاصة. ومثالنا لهذا اليوم نجد رجل الأعمال إياد الغراوي رفقة والده في روائع الشام. كونوا معنا. رجل الأعمال محمد زهير الغراوي قدم إلى الجزائر رفقة عائلته منذ 20 سنة بهدف الاستثمار والعمل، ومن المعروف عن الرجل السوري عشقه للعمل وتفانيه لتحصيل الرزق حتى ولو كان في بلد مغاير. هكذا كانت سمة الشيخ زهير الذي بدأ مشروعه الخاص سنة 2005، وساعده في ذلك ابنه إياد الغراوي، وطوره من مصنع صغير لصنع الشاي والتوابل إلى مصنع كبير به كل الوسائل المساعدة والمتطورة التي تتناسب مع المتطلبات والمستخلصات الطبيعية، بالاعتماد على دراسات وأبحاث يقودها مجموعة خبراء متمكنين في علوم طب الأعشاب الطبيعية والنباتية. جيت الجزائر من حوالي 20 سنة ولقيت روحي فيها، والحمد لله يعني بلشت بدايتي بالجزائر. أسست لوزين صغير وكبرنا اللوزين شوي شوي. باب الزوار، بلشنا بلوزين صغير في باب الزوار، بعدين الحمد لله حيدوزي كبرنا شوي، كبرنا اللوزين، ما قدرناش نكمل في باب الزوار الصغير اللي كان صغير اللوزين، فجينا أخذنا في الكاليتوس، والحمد لله هنقار منيح لا بأس عليه، والخدمة منيحة كانت جيدة جدا لغاية الكوفيد. وقت الكوفيد أغلقنا، أما في البدايات جيدة جدا. وإحنا الخدمة تاعنا تيزانة الشاي، تيزانة بجميع أنواع التيزانة، اللتاي بجميع أنواع البارفان تاعه، التوابل. إحنا التوابل الشرقية معروفين إحنا من بكري، يعني التوابل عندنا بهارات، البهارات عندنا عدة أنواع، عندنا بهارات تاع الدجاج، بهارات تاع السمك، بهارات تاع اللحم، بهارات تاع الرز، عندنا 7 بهارات بالإضافة إلى الكمون، الفلفل الأسود، الفلفل الأحمر اللي بتقولون تعملون العكرين، البهارات كلها كاملة، الريحان، القرنفل، كله موجود. حوالي 58 صنف من البهارات عندنا موجود، والحمد لله في عندنا منافسين في السوق، ولكن الجودة تاعنا لا يوجد منافس في السوق. جودة المنتج من برا ومن داخل لا يوجد منافس في السوق. شركة روائع الشام بفضل منتجات الصحة الغذائية ومواد العناية البدنية التي تصنعها بجودة ونوعية عالية وبتعقيم فوق الأشعة البنفسجية، نالت شهادة إيزو العالمية كمعيار للجودة الجيدة والعالية. وبالإضافة إلى هذه الخصائص العديدة التي تتمتع بها، صنعت منتجات عديدة لمصانع أخرى باسمها التجارية. وإحنا الوحيدين في الجزائر في الضمان تاعنا حاصلين على شهادة الأيزو 9100 وأيزو 22000. نحن صرنا فترة أكثر من 15 سنة موجودين بالجزائر. الحمد لله تأسس المعمل صار له تقريبا 2005. كان الحاج هو بداية الصناعة عنده، هو الشهادة فيه والخبرة، حتى تطورنا وصلنا دائما بالماكينات الأوتوماتيكية هي اللي بتعبي البضائع. أول مراحل هي بتفوت عنا البضائع لمرحلة التعقيم بالأشعة الفوق البنفسجية، بعدين تتعمل أوتوماتيكي بالماكينة حتى تخرج عنا علبة نهائية، تنتقل لمرحلة التغليف حتى تنتهي للعلبة الكاملة للتسويق الخارجي. نحن المنتوجات تبعنا بتتكون من عدة أنواع بالأعشاب مثل البابونج والخزامة واليانسون والمليسة، وهذه بعلب خاصة بتكمل من الشاي المنكه بالإضافة إلى بعض الخلول. هاي المنتجات اللي كاملة، وعندنا إضافة ببعض المنتجات الشامبو الطبيعي كمان.
بون احنا من جهه عندنا الشغل تاعنا والمواد تاعنا والجميع يعني لي برودوي تاعنا اللي رانا نسوقوهم في السوق الجزائريه، ويعني اللي يكون في علمكم ثاني باللي خرجت المنتوجات تاعنا خرجت حتى السوق الافريقيه، خرجت منذ مده خرجت السوق الافريقيه، ما الله غالب مع كوفيد يعني صراو شويه عراقيل، ومن في نفس الوقت عندنا نخدموا لا سوتريتونس لانه كاين بزاف منتجين ماشي منتجين نقولوا بلي الموزعين ولا اللي كانوا يديروا الاستيراد كانوا يجيبوهم من الخارج لامبورطاسيون، دركا فيك راهم يشجعوا في الاستثمار الداخلي الناس ولات تجي تقصدنا عندنا حنايا باش نخدموا لهم المنتوجات تاعهم باسمهم، وعندنا كوتي تاع البارافارم، عندنا كوتي تاع لاغرو اليمونتير، عندنا كوتي تاع الكوزميتيك، جميع واحد يخدم عندنا الحمد لله عندنا اكثر من 15 واحد نخدموا معاه، خدمنا مع شركات تاع الدوله، خدمنا مع شركات خاصه والحمد لله الحمد لله. رغم الصعوبات التي واجهتها العائله السوريه خاصة في فترة انتشار وباء كورونا، حيث اضطر المصنع التقليل من خدماته، وكذا اختلاف اللغات والعادات والتقاليد، إلا أنها بقيت صامدة وفرضت نفسها ميدانيا في بلد غير بلدها. هلا وليدي الحمد لله وليدي يهدر لهجة جزائرية ممتازة جدا كما أنتم، أنا لا، أنا في البداية تعذبت كثير لأنه نحن متعلمين الإنجليزي ما متعلمين الفرنسي، وجيت لهون الشعب كامل، بس الحمد لله في كثير من الشعب صار يبلش يهدر معي بالعربية الفصحى، يحكي معي العربية الفصحى، العربية الدارجة تاعكم صرت نفهمها شوي الحمد لله، يعني هذه كان في صعوبات هلا ما عاد في صعوبات، صرنا نفهم اللغة تاعكم اللغة الدارجة، طبعا أنا فرنسي ما نهدرش، وليدي يهدر الفرنسي أنا لا. أول ما أجينا كانت تواجهني صعوبة، أول اللغة الجزائرية كانت صعبة التأقلم معها لأنه بالنسبة للشرق الأوسط كانت صعبة علينا، وبعد حتى الاختلاط مع الأصحاب والعشرة حتى قدرنا نتأقلم شوي باللغة، كانت الأوراق شوي نحن ما باللغة الفرنسية كانت صعبة عنا ونحن اللغة العربية والإنجليزي الحمد لله، بس الحمد لله قدرنا نمشي مع التيار وقدرنا نتأقلم مع الوضع اللي بالجزائر، والحمد لله أسسنا هاي الشركة اللي صار لها أكثر من 15 سنة بالنجاح الحمد لله، ونشكر دائما الدولة اللي ساهمت وساعدتنا بالأمور القانونية والرئيس عبد المجيد تبون اللي ساعدنا على تشجيع الاستثمار ولحقنا لهذه الدرجة اللي رحنا فيها إن شاء الله. إن مساعي السلطات الجزائرية قد توسعت أكثر من أجل التشجيع على الاستثمار الخارجي في البلد، هذا ما جعل المهاجرين الأجانب في الجزائر يفجرون طاقاتهم في بلد يقدر جهودهم. أول شيء بشكر سيادة الرئيس تبون لدعمه للشركات المستثمرة في الجزائر، وبشكر الشعب الجزائري لكوننا احنا ضياف عنده، والحمد لله لقينا حصه الضيافه في الجزائر. انا عندي رساله اللي حابب يستثمر في الجزائر مرحبا به، لانه الجزائر كبيره، بلد مضياف، بلد كبير، عنده الصحراء كبيره، عنده البحر كبير، عنده الجبال كلها ممتازه جدا وغنيه بالاستثمارات. احنا كما يقول لك شعب واحد، وما كاش واحد خارج ولا كاين واحد داخل، يقول لك المعامله، حسن المعامله هي اللي تخليك دير لك طريق ولا ما دير لكش طريق. الحمد لله انا مع اياد والحاج والحمد لله جامي كان عندنا مشكل، تعاملنا مع مصريين، تعاملنا مع فلسطينيين، تعاملنا جاونا الصينيين، جاونا لهنا، جاونا الحمد لله. مثالك وشفتوا المصنع تاعنا، عندنا منتوجات من الهند، عندنا منتوجات من الصين، عندنا منتوجات من اوروبا، عندنا منتوجات من الامارات، عندنا الحمد لله. وانا نشجع ان شاء الله باش يجوا المستثمرين، لانه كما قال الحاج الجزائر بلد مضياف، و سي انترفيرج يعني تتقبل جميع استثمار جديد يدخل للجزائر، وان شاء الله السوق تزيد تفتح اكثر، وان شاء الله المستثمرين يزيدوا يكثروا، يزيدوا فرص الشغل ونستفادوا كامل باذن الرحمن. مصنع عائلة الغراوي السورية يتعطر بعبق الرائحة التي تملأ المكان، رائحة الشاي بكل نكهاته، رائحة التوابل، ورائحة الورود وغيرها من المكونات الطبيعية التي تستخدم في صناعة الزيوت ومختلف مستحضرات الصابون، سائلاً كان أم كريمة.